السيد نقيب المحامين، استاذ نقيب المحامين، تحيه طيبه وبعد نقدمه لسيادتكم طارق محمد ابو ناصر الاستئناف العام، نلتمس من سيادتكم الموافقه على تكوين ضابطه محامين ضد الفتنه الطائفيه شعارها معا نقضي على الفتنه الطائفيه لصدر الرابطه. الرابطه كيان نقابي منضبط من الجمعيه العموميه يسعى من خلال الشرعيه والقانون الى القضاء على الفتنه الطائفيه ومحاربه كل تصرف من شانه ان يؤثر على وحده مصر الحبيبه. والرابطه لا تنتمي لاي تيار سياسي او عقائدي ولا تتبنى ايديولوجيه فكريه، وهنحضر نشاطها في حمايه الحريات العامه وحريات الاعتقاد. وبنقول ان الرابطه دي ليست للمحامين الاسلاميين فقط ولكنها لاخواننا المسيحيين معانا، لان احنا بنطالب بمطالب قانونيه سوف تحافظ على الوحده الوطنيه وعلى ان محدش يمس واحد مسيحي داخل البلد. اهداف الرابطه واحد، الحفاظ على مصر كبلد تتميز بتعايش ابنائها برفض اختلاف معتقداتها سواء اسلاميه او مسيحيه في ظل تسامح تشتهر به مصر. رفض تجاوز اجهزه الدوله للقانون لصالح الاقلاميه او الاقليه في المسائل ذات البعد الطائفي. ثلاثه، حريه عنصري الامه بالدعوه والتبشير والمناظره. النهارده بيقولوا احنا ايه من حقنا انتوا بتدعوا، طب ما احنا بنبشر بشر، ولكن احنا بنقول حريه الدعوه من الطرفين مفيش اي مشاكل عندنا، لكن حريه الاعتقاد اللي عايز يتحول من الاسلام للمسيحيه اهلا وسهلا، اللي عايز يتحول من المسيحيه للاسلام اهلا وسهلا، ما عندناش مشاكل، بس الشرط ان يسمح لنا بالرد على الشبهات التي تطرح حول الاسلام. يسمحوا لنا بالرد على الشبهات واحنا مش هنعيط. احنا ما عندناش اي مشاكل. اللي عنده شبهات على الاسلام يلقيها علنا واجهزه الدوله تساعدنا باننا نرد عليها، لان الدوله دي دينها كما ينص في خصوص الماده الثانيه منه هو الاسلام. فاحنا بنطالب بان دفاعنا على الاسلام ومن حقهم يبشروا ويقولوا هم اللي عايزينه. رئيس اسرائيل هم في الدعوه التبشير والمناظره مع احترام متبادل المناداة بقانون موحد لدور العباده يسمح ببناء المساجد والكنائس على حد سواء بشرط احترام التركيبه السكانيه، يعني ما خليش البلد رفض تحويل الكنائس او المساجد الى سلاع خرسانيه. لو احنا بنبني مساجد من خرسانه مسلحه صرف بتروح، لو العكس وقفوا اللي سند بنى مع السلامه مفيش مشاكل عندنا، لكن لا تبنى كنائس عباره عن خرسانه مسلحه صرفة. هذا الكلام مش دور عباده، دي ليست دور عباده، دوشه معسكريه، دوشه معسكريه. إخضاع الأسيرة للرقابة الأمنية والصحية والإفراج الفوري عن المحتجزين بها. إحنا بنفترض إن في محتجزين في الأسيرة، يبقى من حق الناس ديت كمسيحيين للسكوت كمسلمين لا يجوز احتجاز واحد مسيحي داخل الدير قصرا عنه، ولا الكلام ده غلط يا إخوانا؟ اللي بيخش الدير دوت بيخش بمزاجه علشان يعبد ربه. اما انه يحدث في الدير فهذا مرفوض وان كان مسيحيا، فده مواطن مصري ومن حقه له حقوقه الكامله في التنقل وفي الحرب. المحافظات لحل المشاكل ذات البعد الطائفي. ويا اخوانا احنا معانا زملاء مسيحيين ولكن بينه وبين الكنيسه مشاكل، واحنا نرفض ان احنا نصب بهذه الاسماء عشان نعمل ايه؟ تفصيل وحده وطنيه او لا، احنا عايزين المسيحيين ابناء الكنيسه الحقيقيين يقعدوا معانا ويناقشونا ونطالب بطلبات قانونيه موحده تثني على الجميع وتثني على رقبه الجميع، وهذا هو ضمان الامان لمصر والحفاظ على الوحده الوطنيه. وفي الاخير احنا بننادي السيد رئيس الجمهوريه والسيد النائب العام للتدخل في هذا الامر والتحقيق فيما سمعنا عنه في قصه الاخت كاميليا نقطه الجاهل، ونشوف مش عايزانا تيجي تقول انا اسلمت ولا لا يا اخوانا عشان ما اسلمش كلامنا غلط. لا النقطه دي مهمه يا اخي عشان ما اسلمش كلامنا غلط، احنا مش عايزين كاميليا تيجي تقول انا اسلمت او اسقطت. احنا بنفضل حقها
الدنيا الشريره يا وطني يا يهوديه تبقى مصريه تحت مش لوحدها كده يا جماعه.